بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذا كان عندكم مشكل في طريقة تمثيل المبيان القطاعي، بعد هذا الفيديو ما غاديش يبقى عندكم أدنى مشكل. إذن في هذا الفيديو غادي نحاولوا نحدوا فوقاش كنختاروا المبيان القطاعي، الخطوات اللي خصنا نديروها قبل ما ننجزوا المبيان القطاعي، وطريقة إنجاز المبيان القطاعي. إذن تبعوا معايا الفيديو. بالنسبة لدواعي اختيار المبيان القطاعي، فوقاش كنختاروا المبيان القطاعي؟ كنختاروه إذا كانت عندنا مجموع النسب هو 100%، أو يمكن ما تكونش النسب 100%، ولكن كتكون المعطيات متجانسة، أي أنها تنتمي لنفس الظاهرة. مثل مثلا بنية الصادرات، كتكون من المواد الأولية، المواد المصنعة، المواد الخام، مجموعة من المكونات. أو مثلا توزيع التلاميذ حسب المستويات، في الظاهرة هي التلاميذ، ولكن كيتوزعوا إلى تلاميذ ابتدائي، إعدادي، ثانوي. أو لا توزيع الأجناس مثلا في دولة معينة، مثلا الأطفال، الشباب، الشيوخ، وبالتالي كتكون ظاهرة ومجزأة إلى أجزاء. إذا نأخذ المثال، مثلا جدول بعض، عندنا جدول بعض المنتوجات الزراعية بالصين، إنتاج الحبوب في الصين، القمح، الأرز، الذرة، وعندنا الإنتاج بمليون طن. عطاونا جدول، هذا ما فيهش النسب المئوية. إذا أول خطوة خصنا نديرو هو أننا نحولو هاد الأرقام إلى نسب مئوية، ومن بعد نحولو النسب المئوية إلى درجات، إلا بغينا نمثلو بالدائرة أو إلا بغينا نمثلو بالنصف دائرة. الطريقة أمامكم. إذا عندنا المنتوجات هي القمح، الأرز، الذرة، والقمح. عندنا الإنتاج بمليون طن أمام كل منتوج. باش نحولوا النسب المئوية، عندنا القاعدة في اليسار، القاعدة بالنسبة للتحويل إلى النسب المئوية. كيكون عندنا الحصيص، رقم مثلا القمح 110 مليون طن، كنضربوه في 100 لأن بغينا نحولوا النسبة المئوية، وكنقسموه على المجموع اللي عندنا في الأسفل اللي هو 440. ملي غادي نديروا هذه الطريقة غادي نلقاو النتيجة هي 25%. نفس الطريقة كنديروها على باقي المنتوجات الأخرى، الأرز 200 مضروب في 100 مقسومة على 440 تعطينا 45.45، الذرة 130 مضروبة في 100 مقسومة على 440 تعطينا 29.55. المجموع ديال النسب خصنا نلقاو هو 100%. من بعد دابا اختاريتي باش تحول للدائرة أو للنصف دائرة. إلا اختاريتي تحول للنصف دائرة، كل نسبة مئوية غادي تضربها في 3.6، ولا اختاريتي نصف دائرة غادي تضرب كل نسبة في 1.8. الطريقة باش حددنا 3.6 أو 1.8 عندكم في الأسفل، هي الطريقة الثلاثية. كناخذوا النسبة المئوية ديال كل منتوج، مثلا القمح عندنا النسبة المئوية ديالو هي 25%، كنضربوها في 360 اللي هي مجموع درجات الدائرة، أو 180 اللي هي مجموع درجات نصف دائرة، وكنقسمو على المجموع ديال النسب المئوية اللي هو 100%. كنختزلو، كنديرو 360 مقسومة على 100 كتعطينا 3.6. إذا بلا ما نديرو كل وحدة، الطريقة الثلاثية ديالها مباشرة 3.6 كنضربو جميع العناصر في 3.6. إذا القمح عندنا 25 مضروبة في 3.6 غادي تعطي لنا 90%. الأرز 45.45 في 3.6 تعطينا 163.6. الذرة 29.55 مضروبة في 3.6 تعطينا 106.4. المجموع هو 360، وإلا بغينا النصف دائرة كنديروه في 1.8. إذا هذه هي الطريقة باش نحول، هذه الخطوات اللي خصنا نديروها قبل ما نبداو الرسم ديالنا. نحولوا النسب المئوية لما كانوا عاطينا النسب المئوية، وخص المجموع ديال النسب المئوية يكون 100%، ثم نحولوا إلى الدرجات، وخص المجموع ديال الدرجات يساوي 360 أو 180 في حالة نصف دائرة. طريقة الإنجاز، بعد ما حددنا هذه الخطوات وهاد العناصر كندوزو للتمثيل. كناخذوا واحد مسطرة، كنرسموا واحد القطعة اللي هي الشعاع ديال الدائرة فيها 3.5 سنتي، اللي هو الشعاع ديال الدائرة. وانطلاقا من هذا الشعاع كنحدو المركز ديال الدائرة، وكنبداو في رسم الدائرة ديالنا بالبركار. بعد ما رسمنا الدائرة ديالنا كناخذو المنقلة، كنحطو مركز المنقلة مع مركز الدائرة، الصفر ديال المنقلة مع الصفر ديال الدائرة، وغادي نمثلو المنتوج الأول اللي عندنا هو القمح، اللي النسبة ديالو في الدرجات هو 90%. إذا غادي نحدو انطلاقا من المنقلة 90% كما عندكم أمامكم، ثم كنحطو علامة فوق 90%، ثم
كنجيبوا المسطره ديالنا وكنرسموا هذا القطاع. من بعد ما رسمنا هذا القطاع اش كنديروا؟ كنحاولوا نعطيه واحد اللون ونكتبوا في وسطو النسبه المئويه، ما كنكتبوش نسبه الدرجات، تنكتبوا النسبه المئويه، وكنمشيو للمفتاح وكنلونوه باللون وكنحطوا القمح، وكنستمروا بنفس الطريقه في باقي المنتوجات اللي هي الارز والذره، وفي الاخير غادي نحصلوا على ميبيان بهذا الشكل، وكل عنصر كنحطوا وسطو النسبه المئويه اللي كتمثلوا، وكنديروا العنوان في الاعلى ميبيان يوضح بعض المنتوجات الزراعيه في الصين، وكنحطوا المفتاح كل عنصر كنحطوا له العناصر ديالو او الرمز ديالو بلون، وكنديروا اطار ديال الميبيان. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.